اليوم رح نتكلم عن الجزء الثامن من الرد على أسئلة المتابعين حول الهجرة إلى أمريكا للممرضين. سؤال بيقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أستاذ، عندك فكرة كيف تتم عملية التأكد من الشهادة الدراسية؟ يعني كيف تتواصل الشركة مع الجامعة التي درست فيها؟ اتصال هاتفي أو عبر الإيميل أو إرسال الوثائق عبر البريد؟ هو بيقول انه الجامعة عنده ما بترد على ايميلات، فكيف بتأكدوا امريكا انه شهاداتك صحيحة او لا؟ طريقة الكريدنشال ايفالويشن في الجزء الاول من عملية الهجرة تتم عبر الايميل، وطريقة الكريدنشال ايفالويشن الثانية اللي هي بتطلع لك الفيزا سكرين برضو تتم عبر الايميل. فاذا هم بلغوك انه احنا استلمنا منك الورق ومن هون لشهر مثلا راح نعمل اجراءاتنا وتحرياتنا، لازم تطلع على الجامعة وتقول لهم انه خلال هالأيام القادمة رح يصلكوا إيميل من الجهة الفلانية مشان الله ردوا عليه، غير هيك ما رح تنحل. وبعرف في ناس في بعض الدول العربية بدون ذكر أسماء راحوا على الجامعة ودفعوا رشوة بس عشان تمشي معاملاتهم. سؤال عن فيديوهات العمل في بريطانيا: هل ممكن أعمل في أكثر من مستشفى في إنجلترا؟ ممكن، خاصة إذا كان العقد تبعك بار تايم أو من الأنواع الثانية اللي هي غير الفول تايم. يعني في بعض العقود انت بتكون ممنوع تشتغل اصلا اكثر من 20 ساعه بالاسبوع، فانت دوامك في يوم ونص او دوامك مثلا 4 ايام تيجي 5 ساعات وبتروح. في هاي العقود ممكن تشتغل شهور ثاني ما في مشكله، لكن انا بنصحك استنى لما تروح على هذيك البلاد وبعدين راح تغير وجهه نظرك في الحياه. انت لما تلاقي مستشفى بيحترمك وبعطيك راتب بكفيك انك تاكل وتشرب وتدخر كمان، مش راح تفكر ابدا في مبدا انه اشتغل شغل ثاني. وهذا أهم فائدة، أهم من الفلوس بيستفيدها الإنسان لما يطلع على بلد زي هاي، إنه بغير طريقة تفكيره، ببطل تفكير البني آدم اللي ميت على القرش وبستنى في يوم الراتب. نفس الزميل بيقول لك: أنا مثلا بشتغل في مستشفى حكومة 36 ساعة بالأسبوع، ما في مشاكل أخذ 36 ساعة زيهم في مستشفى خاص؟ وهل بيكون الأجر مثل المستشفى الحكومي أم لا؟ سؤال غريب الصراحة. في هاي النقطة بالذات بدك تراجع العقد اللي بينك وبينهم. إذا مكتوب فيه إنه ممنوع تشتغل ثاني فأنت ممنوع تشتغل شغل ثاني، وإذا مكتوب مسموح لك راح يكون بشروط معينة لازم تتبعها. لكن إنك تشتغل 36 ساعة مستشفى و36 ساعة مستشفى، هذا معناته إنك مش راح تنام طول السنة، وهذا الكلام ممنوع في بريطانيا. في بريطانيا وأمريكا وكندا وكل الدول المتقدمة بركزوا على إنه الطبيب والممرض يرتاحوا ويشبعوا نوم ويطلع لهم على الأقل يومين عطلة في الأسبوع، لأنه إذا تعبوا أو إجوا على الدوام نعسانين هذا خطر على حياة المرضى. فما في إشي اسمه أشتغل 6 أيام بالأسبوع. ممكن تشتغل في مستشفى 3 أيام بالأسبوع في المستشفى الثاني يوم مثلا، أو في نفس المستشفى 3 أيام بالطابق ويوم بالطوارئ، أما إنه 7 أيام بالأسبوع لا، مش لهالدرجة الموضوع. وبرجع بقول لك، انت لما تصير في بريطانيا ما راح تحتاج فلوس لدرجة انه تشتغل في مكانين. من اعجب الاسئلة اللي شفتها، فارس بيقول: زوجتي دارسة طب في الجامعة الجزائرية وهي الان تشتغل طبيبة عامة في مستشفى، هل يمكن ان تشتغل كطبيبة او ممرضة في امريكا بشهادتها، او الامر بده دراسة من جديد في امريكا؟ بارك الله فيك. وفيك بارك. بس انا بزعل احيانا لما اشوف بعض الناس ما بيعرفوا انه التمريض علم زي باقي العلوم، بتدرس في الجامعات وبنعطى فيه شهادات، والناس بتاخذ فيه ماجستير ودكتوراه. علم علم زي الطب، زي الكيمياء، زي الفيزياء، زي علم الذره، زي علم الكمبيوتر. ما في شيء اسمه طبيبه ما لقيتش شغل فبتمشي حالها ممرضه. انت درست طب ممنوع تشتغلي الا طبيبه. بدك تشتغلي كممرضه روحي على الجامعه ادرسي 4 سنين وارجعي لي، شيء اكيد. قبل 70 سنة كان أي واحد مارق من قدام المستشفى يقولوا له: تعال هذا جهاز ضغط وهي سرنجة، يلا فوت استلم شغلك. بس صار الموضوع بده اختصاص وبده دراسة وبده سنين وبده آلاف تدفع على دراستك عشان تصير ممرض. بس أنا بقول لك، بما إنها طبيبة عامة تقدر تهاجر إلى أمريكا بطريقة أسهل من إنه تستنى إلى بعد الاختصاص، لأنه لو ضيعت 4 5 سنين من حياتها في الاختصاص وراحت لأمريكا رح ترجع للصفر، رح ترجع طبيبة عامة، وبعد 7 سنوات يسمحوا لها تقدم امتحان الـ USMLE اللي هو امتحان مزاولة المهنة. فبما انها طبيبة عامة تروح تبدأ الاختصاص من بدايته في امريكا اسهل. زميلنا الرائع محسن ابراهيم: انا الصراحة صرت بفكر كثير بتخصص Certified Registered Nurse Anesthetist،
لكن بده شغل كثير، بس الحمد لله قدرت اجتاز امتحان الانكلكس ار ان كاول خطوه، مع انه لسه ما بدات شغل، يعني ما عندي خبره عمليه، لكن اعتقد بدي شغل كثير عشان اوصل لهذا التخصص ان شاء الله. بالبدايه بدعي ربنا من كل قلبي انه يوفقك، لانه واضح انه انت انسان عندك طموح وحابب توصل لهدفك. تخصص السيرتيفايد ريجستر نيرس انستيست اللي هو ممرض اخصائي تخدير، بتاخذ فيه ماجستير بتصير ممرض اخصائي تخدير او فني تخدير. بالاول نجحت بالانكليكس، انجح بامتحان اللغه، روح على مقابله السفاره، خذ الفيزا وسافر لامريكا. وصلت امريكا، لما يصير معك خبره سنه او سنتين بتشوف اقرب جامعه حواليك بتدرس هذا التخصص، بتاخذ فيه ماستر. ولعلمك هذا التخصص بالذات اعلى تخصصات التمريض في امريكا رواتب. امريكا فيها يمكن 114 تخصص بالتمريض، هذا التخدير اعلى راتب، بتكون ساعتك ب 40 دولار بتصير ب 125 في غمضة عين. فانا بشجعك. في فيديو هاليومين راح ينزل اللي هو تخصصات بالتمريض عمرك ما سمعت فيها، مش موجودة الا بامريكا، استنوه. فيديو طويل لكن ممتع، يمكن اقسمه 3 أو 4 اجزاء. هل ممكن تستعمل رخصة بزاولة المهنة وشهادة حسن السيرة للبلد اللي انت شغال فيه مش البلد اللي حصلت فيه على الشهادة الدراسية؟ شوف، هو يستحسن انه الثنتين، لكن لو هم بالمقابلة ما طلبوهم بكون الله انجدك. لكن لو دققوا على الموضوع لا تزعل، ممكن انت، هم هيك بفكروا مش انا، ممكن انت مثلا جيت على هاي البلد تشتغل لانه في بلدك انت مفصول من النقابة، او في بلدك كنت محبوس، او في بلدك ممنوع يطلع لك حسن سيرة وسلوك، او عليك اي مشكلة من اي نوع في بلدك. انت مثلا اردني شغال في الامارات، ليش جبت حسن سيرة وسلوك من الامارات وما جبت من الاردن؟ كيف بدك تجاوب على هذا السؤال؟ وغير بلدك اللي انت منها وغير بلدك اللي بتشتغل فيها، اي بلد اقمت فيها اكثر من 6 شهور لازم تجيب منها حسن سيرة وسلوك. انا بعرف ليش هذا السؤال، وهي النقطة مهمة جدا ولازم اذكرها في كل فيديو. بعض البلاد العربية ما فيها نقابة ممرضين، فما بيقدر يطلع لا شهادة انتساب للنقابة ولا الجود ستاندنج اللي حسن سيرة سلوك من النقابة نفسها. بعض البلاد العربية بتتخرج بعد 5 سنين أو 10 سنين بعطوك شهادتك عشان يضمنوا انك ما تتغرب، لانه بكون وزارة الصحة فيها نقص كثير. هاي بتصير في مصر والجزائر على فكرة. فلازم لما هي النقابة ما بتعطيك ورقة معينة تكون وزارة الصحة او اي جهة ثانية تنوب عنها وتعطيك هاي الورقة، أو على الأقل يعطوك شهادة تشهد وزارة الصحة إنه عندنا النقابة ما بتعطي شهادات للناس، بتعطي هاي الشهادة للسفارة الأمريكية وهم حرين يقتنعوا أو ما يقتنعوا. بس أكيد إذا أنت جزائري مقيم بالجزائر وحاب من هناك تطلع على أمريكا، أكيد أكيد كل موظفين السفارة عارفين نظام وزارة الصحة وعارفين كيف تتخرجوا وكيف تدرسوا، فما راح يطلبها منك. عاوزين الفرق بين الممرض في الوطن العربي وأمريكا. هذا الفيديو نزلته قبل كم يوم اللي هو مميزات عمل الممرض في أمريكا، فيديو يمكن 22 دقيقة بس ممتع جدا، ضروري ضروري كل المشتركين في القناة يشوفوه، خصوصا الناس اللي حابين يهاجروا على أمريكا. واحد من الزملاء كاتب: مساكين الأمريكان حاطين معايير عالية ومغلبين حالهم. بسيطة، سلم الممرض 20 مريض وخليه ينعصر، شادين على حالهم صراحة الجماعة. يؤسفني إني بدي أرد عليك بأسلوب شديد شوي، هذا الكلام بيعملوه لأنهم بيعرفوا قيمة الإنسان مش زي الجماعة اللي بتعرفهم. لو اللي بتعالجه هذا طفل ولما يكبر ربنا كاتب له إنه يطلع عالم ذرة أو يخترع جهاز للسرطان أو يعمل إشي يفيد الإنسانية كلها مش بلده بس، وانت قصرت فيه راح يموت، فانت حرمت الكون كله او الانسانيه جمعاء من خير كبير. انت حرمت البلد من واحد كان راح ينقلها 50 سنه لقدام. حتى لو نظرت للموضوع بنظره تجاريه، المريض بدفع 1000 دولار باليوم على الاقل بدل نومته على السرير بس. العلاج في امريكا غالي جدا 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 جدا. المريض بس بدل النوم على السرير بدفع 1000 دولار باليوم، مع الأكل مع الشرب مع الأدوية مع المختبر مع الأشعة مع أتعاب الأطباء، أقل مريض بدفع له 6-7 آلاف دولار باليوم. أنت كممرض يمكن يكون هذا راتبك في شهر أو أكثر. فأنا بجيب بدل الممرض 10 وبقول لهم أؤمروا وتدللوا وقد ما بدكوا بعطيكوا، لأنه كل راتبك في شهر بطلعه من المريض في يوم. فليش أجيب ممرض وخليه يمسك 50 مريض وكل ساعة يموت واحد أو اثنين منهم؟ لا، بحط المعايير اللي بدي اياها وكل سنه تصير اصعب، ليش لا؟ دليلة داوودي بتقول: شكرا على الفيديو، هل ممكن تخبرنا على كيفية ايجاد عمل كممرض في امريكا؟ يعني كل التفاصيل،
لكي تستطيع السفر من بلادك إلى أمريكا للعمل. أنا من الجزائر، كل التحية لزملائنا في الجزائر. بس شكلك أنت ما شفتيش الفيديوهات السابقة. يا جماعة أنا كل ما واحد يسألني سؤال بقول له هذا السؤال رديت عليه بالفيديو الفلاني وببعت له اللينك تبعه. قبل ما تسألني سؤال اتفرج على العناوين الفيديوهات بس الموجودة بالقناة. أنا الحمد لله كل فيديوهات القناة مصنفها أو مقسمها إلى قوائم، فإذا أنت بدك تيجي على قطر في قائمة كاملة يمكن 30 فيديو اسمها الحياة في قطر للممرضين. شوف عناوين الفيديوهات، وإذا في إشي سؤال في بالك موجود في العناوين شوف الفيديو هذا بس. في قائمة الهجرة إلى أمريكا للممرضين، في قائمة الحياة في بريطانيا للممرضين، وهكذا. قبل ما تبعت لي وتسألني شوف بس، أنا ما بقول لك شو أحضر كل الفيديوهات، بس شوف العناوين. إذا أنت بدك تسأل عن المعيشة أو الأسعار أو كيفية الهجرة أو امتحان اللغة أو امتحان مزاولة المهنة أو كيف أسافر أو كيف أختار شركة التوظيف أو كم واحد هم محتاجين، كل المواضيع هاي حكيت فيها الأسبوعين الماضيات. فأنا جاوبت على هذا السؤال إنه كل التفاصيل موجودة في 3 فيديوهات اسمها كل التفاصيل التي يجب أن تعرفها عن الهجرة إلى أمريكا للممرضين، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث. في النهاية كل الشكر كل الشكر كل الشكر للزملاء اللي ببعثوا لي الأسئلة أول بأول، وكل الشكر والاحترام للناس اللي باركوا لي بالقبول في السفارة، وإن شاء الله عقبال عند الجميع. وبرضه برجع بقول لك اللي عنده سؤال يسأل، وإن شاء الله كل فترة بنعمل فيديو الرد على أسئلة المتابعين. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.